السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي شيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا كيكة بالقهوة. هاد الكيكة زوينة اللي عشاق القهوة في الكيك. كيكة بالقهوة وغلاصاج القهوة. لهاد الكيكة غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 2 ياغورت شوكولا ولا دانيت، 3 ديال خميرة الحلوة، وكيس ديال فلون بالشوكولات. غنحتاجو معاهم كاس ونص عنبة ديال السنيدة، كاس لاروب الا ربعه وهي لاروب ديال زيت المائدة، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، وواحد الكاس ديال خديت معلقة كبيرة ديال النسكافي ودوتها في كاس ديال الماء دافي. الطريقة غادي نحتاجو غادي كيف ما مولفاكم ديما، غادي ندير البيض مع السكر والزيت والقهوة ودانيت شوكولا في الخلاط الكهربائي زائد فلون شوكولا، تيتخلط ليا المقادير كامله مزيان وطلع لينا، وعاد نكملو حتى يتم التحضير. الخليط ديالي مني طحنته مزيان في الخلاط الكهربائي ها هو كيف كيولي. دابا غادي نضيف ليه الخمارات والدقيق ومع الكاكاو. غربلت الدقيق ديالي مع الكاكاو والخمارات وضفتهم كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نخلط الخليط ديالي، والدقيق قلت لكم على حساب الخليط، يعني مني غادي نخلط الخليط ديالي وغادي نكتب رقم 8 كيف كنقول لكم دائما خاصو يتكتب. انا دابا باقي ما تكتبش ليا لانني باقي ما مزجتش العناصر مزيان، وإلا خاصني الدقيق غنزيد. دابا خلطت الخليط ديالي مزيان، وكيف قلت مني نكتب رقم 8 هانتو دابا كيتكتب ليا، يعني راه الدقيق كافي، كتبقاو تزيدوا الدقيق حتى كتوليو ملي تكتبوا رقم 8 يتكتب ليكم بسهوله. دابا الاضافه الاخيره وهي كيساعدنا على بالكيك باش يجي منفوخ وهش من الداخل، واحد المعلقه كبيره ديال الخل، الخل الابيض طبعا، واللي ما عندوش الخل الابيض ممكن يدير الاخر، ولكن الخل الابيض احسن. غادي نخلطها وغادي نديرها في المول ديالي، نتوما تخيروا المول اللي بغيتو، انا غنديرها في المول المثقوب من الوسط. كيف كنقول الطاوه عفوا ديال الكيك ولا المول ديال الكيك دهناه بالزيت وغنرشوه بالكاكاو ماشي بالطحين الابيض، باش تجيني الكيكه كلها حتى مني طيب تبقى ليا كحله. صافي دابا غادي ندير الكيك ديالي في الطاوه. الطاوه ها هي كيف ذكرتها، راني رشاها بالزيت ودهناها بالزيت ورشاها بالكاكاو ماشي الدقيق الابيض الفرز هاد المره، وغادي ندخلوها الفران طيب. ندخلها الفران طيب على درجه حراره 180 170 180 بالنسبه للفران ديال الضو. كندخلها الفران يكون بارد من قبل، يعني ما كنسخنوش كيف ما الكيكات ديالي كاملين، الا اذا كان شي كيكه خاصه فران سخون تنقولها لكم. الكيكه غادي ندخلها الفران بارد، ندخل الكيكه عاد نشعل الفران، نشعل عليها غير لتحت حتى تطيب لينا الكيكه وتنفخ تماما ونشمو ريحتها. كنقلبوها نسيوها بشوكور دون، الا طابت لينا كنشعلو عليها الفوق ونخليوها تكمل الطياب ديالها، ونتلاقاو باش نوجدو الكلاصاج ديالنا باش غنزينو الكيكه اللي هو كلاصاج القهوه. الكيكه ديالنا ملي خرجت من الفران هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال هكايا كيف كتشوفوا. دابا غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو نحضرو نشوفو مقادير الكلاصاج ديال القهوه اللي غنوجدوه اللي غنزينو به من الفوق. دابا غادي ندوزو لمقادير تحضير الكلاصاج ديال القهوه اللي غادي نحتاجو فيه كاس العنبه ديال الحليب، نعبرو بكاس العنبه، هذا كاس كبير جاني غير نص. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال السكر سنيده، معلقه ديال المايزينا ولا النشا، اللي ما عندوش ممكن يدير معلقه ديال الكريم باتيسير. غنحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال النسكافي، القهوه سريعه الذوبان، وغنحتاجو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نحتاجو معاهم واحد بيسكوي. انا استعملت هذا كيكون على شكل كوفريت بالشوكولات وحكيتو في الحكاكه كيولي عندنا بحال هكا لتزين. الطريقه خديت الحليب درته في واحد الكاسرونه ولا طنجره صغيره، ضفت لها هذيك المايزينا
كيف كتشوفوا كنديروها في الحليب بارد، ما نديروهاش في الحليب سخون باش ما تكورش لينا. الكاكاو المر معلقه، قهوه سريعه الذوبان معلقه كبيره، والسكر سنيده قلت ثلاثه المعالق. درت كلشي في الكسرونه، غادي نخلطهم دابا، نخلطهم حتى تذوب لينا هذيك الماي زينه مع الكاكاو داكشي. وغادي نديرها دابا فوق النار، وغادي نبقى تنحرك ما نوقفش على التحريك حتى نحصلوا على ان كلاصاج بحال واحد الكريمه شويه عقده، وغادي نتلاقاو باش نزوقوا بها الكاك ديالنا. كيف ما كتشوفوها هي الكريمه ديالنا ولا الكلاصاج ديالنا ديال القهوه، كيجي بحال هكايا. غنبقى نحرك فيه غير باش يعطيني واحد اللمعه، كيف ما كتشوفوا كل ما بقيتي تتحركي فيه مني كيدير كيعطينا واحد اللمعه. دابا غادي نزين به الكاك ديالي، ومن بعد نزوقو بهاد البسكوي ولا هاد لي كوفريت بالشوكولات محكوكين. وكيف قلت ممكن تخليوها غير هكا بلا تزين بلا والو. انا غادي نكمل التزيين ديالها ونتلقى. الكيكه ديالي ها هي من بعد ما زينتها بهذاك الكلاصاج، دابا غادي ناخذ هاد لي كوفريت ديالي نديرها غير من الفوق بشكل عشوائي. انا الكيك ديالي ما تيعجبنيش فيه بزاف ديال اللمسات زعما كيف كنقولوا، شي حاجه خفيفه كنبغيش نشارجيها بزاف بحال هكا صافي. ممكن تكثروا، ممكن عوض لي كوفريت ديروا اللوز، ديروا قرقاع، ممكن عوض هاد الكلاصاج ديال القهوه ما ديروا والو، لا ديروا غير دانيت شوكولا. يعني انا غير هي حيت كيكه بالقهوه كملت هذيك الكلاصاج حتى هو درته قهوه باش تجيني كلها قهوه. ايوا هذا الكيك اللي عشق الكيك ديال اللي عشق القهوه بالضبط، هاد الكيكه الا جربتوها غتعجبكم بزاف بزاف. وصفه اليوم هي هذه، نتمنى تعجبكم وتجربوها. وكيف كنقول دائما وكيف ما كيجيوني طلبات كثير على الكيك، ما عرفتش واش الوصفات الرئيسيه ولا الطبخ ولا هذاك الشيء ما عديش معاه ما تيعجبكمش ولا شنو. المهم كتبغيو الكيك مني بزاف، انا غنوعدكم ديما غنبقى نزل الكيك، لان كنشوف فعلا ملي كنزل شي كيك يعني حتى عدد المشاهدات في الفيديو ديال الكيك تيكون طالع بزاف على الوصفات الاخرى. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وان الوصفه طرقكم ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. عجبت الوصفه ديال اليوم ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي وبارطاجيو الوصفات مع الاهل والاحباب، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.